بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نعرض أسئلتكم في هذه الليلة، ليلة 30 من شهر رجب، على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. وهذا سؤال يا صاحب الفضيلة، يقول: أرجو التفصيل في مسألة صيام شهر شعبان وأفضلية وكيفية الجمع بينه وبين حديث صام وبين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله، وحديث ما استكمل شهر قط إلا شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، فكان يصوم أكثره، لكنه لا يستكمله، فيكون قوله صام شعبان يعني صام أكثره. وقد يطلق الشهر ويراد به أكثر الشهر، يعبر عن الشهر بأكثر الشهر، فلا تعارض بين نهيه عن استكمال أو عن أنه صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، ولا تعارض بينه بكونه يكثر من الصيام في شعبان، فكان يصوم منه ويكثر إلا أنه لا يستكمله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل في العسل زكاة، وهل له شروط تخصه؟ فيه خلاف، العسل فيه خلاف من العلماء، من يرى أنه لا زكاة فيه، لأنه لا يحصل عليه صاحبه إلا متأخرا ولا يتم عنده حول، فهو مثل ما مثلا ما يأخذه اللقاط الذي يلقط من الحصائد، إذا جمع حبوبا تبلغ النصاب فلا زكاة عليه، لأنه لم يملكه وقت اشتداد الحب ووقت وجوب الزكاة، فهو كسب مستحدث ليس فيه زكاة. وهذا قول الجمهور من أهل العلم وهو الصحيح. ومن العلماء من يرى أن فيه زكاة، لأنه يدخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، لأن النحل يأكل من الزهور ومن مما خرج من الأرض، يدخل في عموم الآية. ولأن عمر رضي الله عنه روي عنه أنه كان يأخذ الزكاة بأخذ العشر، فيأخذ من كل عشر قرب قربة، فمن زكاه من باب الاحتياط إذا بلغ 160 رطل، إن زكاه من باب الاحتياط فإنه أبرأ للذمة لا شك. أما الوجوب فلا يدل، فليس هناك دلالة ظاهرة على وجوبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما تقولون في من قال إنه لا يصح أن تكون ملكة النحل أنثى، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ هذا في بني آدم، هذا في بني آدم، يعني ما يفلح النحل إذا ولى امرأة، هذا خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم للمكلفين بني آدم. وما الذي يدريه أنه لا يكون أنثى؟ هذه مخلوقات لها خصائص تختص بها،
غير بني آدم. الحديث إنما هو في بني آدم، في قوم. هل النحل يقال له قوم؟ لكن سبحان الله، بعض المنتسبين إلى طلب العلم يأتون بأقوال غريبة ولا يفكرون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: شخص لديه مال ربوي ويريد أن يتخلص منه، فهل يجوز أن يعطي هذا المال الربوي لشخص غارم عليه ديون من المال بنية التخلص من هذا المال الربوي؟ إذا تاب من الربا وعنده أموال استحصل عليها من الربا أو من غيره من الوجوه المحرمة، عنده مال حصل عليه من كسب محرم، فإنه يتخلص منه بأن يضعه في مشروع من المشاريع العامة، كالمال الضائع الذي ليس له مالك، لا على أنه صدقة، ولكن على أنه مثل المال الضائع الذي ليس له مالك، هذا يوضع في المشاريع العامة ينتفع به. وإذا رأى من إنسان أنه فقير وأنه أن فقره شديد وأن عليه ديونا قد طولب بها وليس عنده سداد، فلا بأس أن يساعده منها، لا على أن له في ذلك الأجر أو الصدقة، بل على أنه تخلص من مال ليس له أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ابن صياد هو الدجال؟ وعلى فرض أنه ليس هو، مع أنه دافع عن نفسه أمام الصحابة كما في قصة عند مسلم حينما قال: تقولون إنني الدجال والدجال أعور وأنا ليس بأعور. والسؤال: هل هذا اتهام من الصحابة له مثل اتهام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه له بما ليس فيه؟ نعم. الله أعلم، هذه أمور لا ندخل فيها. ولما هم بعض الصحابة بقتله نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وقال: لا خير لك في قتله، إن كان هو الدجال فلن تسلط عليه، وإن كان غيره فلا خير لك في قتله. فيتوقف في شأنه، الله أعلم. مع الإيمان بخروج المسيح الدجال كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أما أنه ابن صياد هذا محل نظر وتوقف. نعم. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، إذا جاء الوعد فإنه يقع ما أراده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: أنا امرأة مطلقة وأقوم برعاية أبنائي وبناتي في منزلي، والمشكلة في أنهم لا يستمعون لنصحي بعدم سماع الأغاني وقراءة المجلات غير المفيدة، أفيدوني في هذا الأمر، هل أستخدم معهم القوة والشدة أم أستمر معهم بالنصح والدعاء لهم بالهداية؟ وهل أقوم بإتلاف هذه المجلات والأشرطة أم ماذا أعمل لأبرئ نفسي؟ البيت بيتك أنت، وهم تحت ولايتك ورعايتك، فأبعدي هذه الأشياء عن بيتك، ولا يوجد في بيتك شيء من وسائل المعاصي، أبعديها وأتلفيها، ولك السلطة على بيتك. نعم. ما أحد ينازعك في بيتك، إن كانوا صغارا فلك السلطة عليهم، وإن كانوا كبارا فإنهم ينفردون في بيت آخر ويبعدون عنك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة ويوجد لدي في مقدمة الرأس أثر كية، وأحاول أن أفرق رأسي الفرقة المائلة لكي أخفيها، فهل علي شيء في ذلك؟ وما حكم الفرقة المائلة؟ الذي فسر قوله صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت، بأنها الفرقة الميلة، هذا فسر به الحديث، فتبتعد عن هذا، وبإمكانها أنها تخفي
أنها تخفي هذا الأثر بأي شيء بدون الفرقة، تخفيه بأي شيء تضعه عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم ما يسمى بالتأمين التعاوني، وما حكم التأمين الإلزامي على سائق السيارات والذي يكون ملزما في رمضان بدفع 360 ريال حيث يدفع السائق عن الحادث ما تسبب في ضرره من سيارة الغير؟ هذا ليس تأمينا تعاونيا، هذا تأمين تجاري، هذا تأمين تجاري محرم. التأمين التعاوني هو ما يشابه الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية تبرع أهل الخير وتجمع تبرعاتهم وتنمى تنمية الشرعية، وإذا احتاج أحد يساعد من هذه الجمعية، تدفع إعانات للمحتاجين والمدينين، هذا التأمين التعاوني الذي أفتى به العلماء، ومعناه الجمعيات الخيرية التي ليس القصد منها الاستثمار للمتبرعين، وإنما القصد منها إعانة المحتاجين، ولا يرجع إلى المتبرعين شيء إلا الأجر والثواب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ظهر في هذه الأزمنة أناس يقرون مذهب الإرجاء ويقولون نحن سلفيون، وبعضهم يمدح ويذم علماء السنة ويقولون هم تكفيريون، والسؤال: ما رأيكم في هؤلاء بالرغم من أنهم قد بلغوا من الكثرة في هذا الزمان؟ أنا أقول: مسائل الإيمان ومسائل العقيدة لا يجوز الجدال فيها، بل يجب أن نتعلمها على مذهب السلف، نتعلم مسائل العقيدة على مذهب السلف، وهي ولله الحمد مدونة في كتب العقائد، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ندرس هذا ونعتقده وندرسه لطلابنا. أما أننا نتنازع في العمل هل هو من الإيمان أو هذا، مذهب المرجئة. أهل السنة يقولون: لا، الإيمان من العمل، من العمل من الإيمان، ليس هو خارج عن الإيمان، وعلى ذلك أدلة من الكتاب والسنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل صلى الله عليه وسلم خصال الإيمان وشعب الإيمان كثيرة، منها ما هو قولي مثل قول لا إله إلا الله، ومنها ما هو فعلي وعملي مثل إماطة الأذى عن الطريق، ومنها ما هو عمل قلبي كالحياء والخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. فالإيمان شامل لنطق اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، كله هو الإيمان، ولا حاجة إلى الجدال. الحمد لله، كتب العقيدة السلفية مدونة ومدروسة، ولم يحصل فيها اختلاف، حتى نبتت هذه النابتة التي يغلب عليها الجهل، وأنها لم تدرس عقيدة السلف، ما درستها ولا تريد دراستها، إنما تريد تأخذ قول فلان أو علان فقط. هؤلاء لا عبرة بهم ولا نلتفت إليهم، لا نلتفت إليهم، لا عبرة بهم ولا بقولهم، كما أنه لا عبرة في سلفهم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم ترتيل القرآن في الخطب والمحاضرات؟ هذا كثر السؤال عنه،
لأنه بعض الإخوان يرتل في الخطبة ولا في الموعظة، وهذا شيء غير معروف. أكان معروفا أن الخطيب يرتل الآية أو الواعظ أو المدرس؟ لأن هناك فرق بين قراءة التلاوة وقراءة الاستشهاد والاستدلال. قراءة التلاوة ترتل من أحكام التلاوة الترتيب، أما القراءة للاستشهاد فقط فلا ترتل الآية، وإنما تقرأ قراءة سليمة من اللحن، تقرأ قراءة واضحة وسليمة من اللحن ويكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إن والدي يصلي فرضا ويترك فرضا ولا يصوم إلا في شهر رمضان، وإذا قلت له أبي قم إلى الصلاة الفجر أو غيرها قام وتكلم علي، وإذا نصحته أمي قام وتكلم عليها. السؤال: ما نصيحتكم لي ولأمي؟ الذي يترك بعض الصلوات متعمدا كافر، ولا ينفعه أن يصلي بعض الفروض. قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، أي جميع الصلوات. قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فلا بد من المحافظة على جميع الصلوات لأنها فرض خمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة. وقال لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فالذي يصلي بعضها ويترك بعضها متعمدا كافر، كالذي يترك الجميع، مثل اللي يترك الجميع. ومن ترك الصلاة كلها أو بعضها فهو متعمدا فهو كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، كما في صحيح مسلم. في الحديث الآخر في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقرن الله ترك الصلاة مع التكذيب بيوم الدين ومع الخوض في دين الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، أي ما هو السبب الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول جواب: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، يعني يمنعون الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وكنا نخوض مع الخائضين يشكون في أمور الدين وفي البعث والنشور، كنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين، يعني الموت، ماتوا على ذلك والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتارك الصلاة كافر، كالذي يكذب بالبعث والحساب ويمنع الزكاة، لأن المؤمن تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله، والذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فقرن التصديق والإيمان مع الصلاة، وقرن ترك الصلاة بالتكذيب بالدين، ولا دلة واضحة على هذا. فعليكم بالإنكار على هذا الرجل، وإذا لم يمتثل بلغوا عنه، بلغوا عنه مراكز الهيئة التي حوله يأخذوا على يده ويلزموه بالصلاة، ولا يجوز السكوت عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه أسئلة عديدة حول موضوع واحد، وهذا أحدها: ما حكم من وضع الدش
في بيته من أجل الأخبار فقط أو من أجل الاستماع إلى قناة الجزيرة؟ الأخبار يحصل عليها بدون الدش، يحصل عليها في الصحف، يحصل عليها في الإذاعة، ويحصل عليها في التلفزيون السعودي الذي ليس فيه دش، يحصل عليها بدون الدش. الدش يجلب عليه شرا، عليه وعلى غيره من أولاده وأهل بيته، فمفسدته راجحة على مصلحته إن كان فيه مصلحة، مفسدته راجحة، فلا يضعه على بيته بما فيه من المفسدة الخالصة أو الراجحة. وليس الأمر مقتصرا عليه، بل إنه سيفسد أهل البيت كلهم، كبارهم وصغارهم، إلا من رحم الله وهو مسؤول عنه. قال صلى الله عليه وسلم: صاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته، راع ومسؤول عن رعيته. من الذي يسأله؟ يسأله الله جل وعلا يوم القيامة. فلا يجوز له أن يجعل الدش على بيته بحجة الأخبار. الأخبار يحصل عليها بوسائل كثيرة ليس فيها مفسدة. ثم الأخبار، ما هي الأخبار؟ أكثر تدجيل وكذب، وماذا يستفيد منها؟ يهدم بيته علشان يحصل على الأخبار؟ أخبار أكثرها كذب وأكثرها تهييج وشر، كذب. لا يهدم بيته ويفسد أسرته لأجل هذا الزعم الباطل. وقناة الجزيرة فيها شر كثير، فيها شر كثير، وفيها تحريش، وفيها يؤتى بأناس يتخبطون في أمور الدين وفي مسائل الفقه، ويحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله في فتواه. وهذا خطر شديد، الاستماع النظر فيها وفي قناة الجزيرة شرها مستطيل الآن، وكل ينسب إليها الشر ولا يمدحها أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كنت عند أحد القراء وهو يرقي شخصا، فقال الراقي وهو ينفث على المريض: كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه. فقال الجني: يده تهلك ورجله تهلك. فلم يجب القارئ. وبعد رجوعي إلى تفسير القرطبي قال المراد: أي ذاته سبحانه. وأنت قلت يا شيخ إن هذا تأويل باطل، ما المراد بالوجه هنا في هذه الآية؟ المراد الوجه الحقيقي، المراد الوجه الحقيقي، مثل قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، مثل قوله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكلام القرطبي هذا خطأ، القرطبي عنده تأويل، تفسيره فيه تأويلات كثيرة، هو في الأحكام، في الأحكام جيد، الأحكام الفقهية، أما من ناحية العقيدة فهو أشعري بأول الصفات، فلا عبرة بكلامه في مسائل الصفات. والوجه على حقيقته، وجه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، نثبته كما جاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يوجد في بعض محلات ملابس النساء مجسمات تجسم المرأة ومفاتنها، حتى أصبحت تفتن أكثر من النساء أنفسهن، لأنها تظهر كل شيء منها. وقد يكون بعض هذه المحلات لبعض المنتسبين للاستقامة. السؤال: ما هو الواجب على أهل الحسبة وعلى طلاب العلم، حيث إنها انتشرت انتشارا كثيرا؟ الواجب إتلاف هذه المجسمات، الواجب إتلافها على يد رجال الحسبة، فهم الذين يقومون بهذا الأمر. عليك أن تبلغهم
تحدد لهم المكان الذي هي فيه ليذهبوا إليه ويتحققوا من الواقع. فإذا وجدوا تماثيل على صور آدميين فإنه يجب كسرها وإتلافها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: خطيب تأخر عن خطبة الجمعة ولم يحضر، فتقدم أحد جماعة المسجد وصلى بالناس ركعتين جهرا بدون خطبة، فما حكم صلاتهم هذا؟ وإذا كانوا قد أخطأوا فماذا يلزمهم الآن؟ هذا خطأ ولا تصح صلاتهم ركعتين، صلونها ظهرا أربع ركعات، فهي عليهم أنهم يعيدونها ظهرا، لأن الجمعة إذا فاتت صلى بدلها الظهر، لا يصلى ركعتين إلا مع الخطبتين، إذا تقدم خطبتان تصلى جمعة على أن ركعتين، أما إذا لم يسبق خطبتان فتكون ظهرا، صلونها ظهرا أربع ركعات، فعليهم أن يعيدوا الظهر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال قد عمت به البلوى وكثر سائلوه، والسؤال هو: ما حكم تشقير الحواجب؟ هذا تكرر السؤال عنه وأجبنا عنه، قلنا حرام، صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة بتحريمه، لأنه عبث الحاجبين وتغيير لخلق الله عز وجل، ويجر إلى النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته. فعلى المرأة المسلمة أن تترك حاجبيها ولا تعبث بهما، لا بقص ولا نتف ولا حلق ولا تشقير ولا أي عبث وتغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: ما حكم لبس البرقع أمام الحمو أخ الزوج؟ عليها أن تحتجب الحجاب الكامل ولا تلبس البرقع. ما هم من عادة نساء هذا البلد لبس البراقع، إنما يلبسن حجابا كاملا، فعليها أن تحتجب الحجاب الكامل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أشتري سيارة بثمن 30,000 ريال على أن أدفع نصف المبلغ كدفعة أولى، ثم أدفع الباقي على أقساط شهرية لمدة 6 أشهر؟ لا بأس بذلك، أنه يشتري سيارة بقيمة محددة يدفع نصفها حاضرا ويدفع البقية مقسطة، لا بأس بذلك. قوله تعالى: وأحل الله البيع، والأصل في المعاملات الحل، وهذا أسهل على الناس، هذا فيه تسهيل على الناس، أنك تدفع الموجود عندك والباقي تدفعه على أقساط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم استخدام الخادمة الأجنبية بدون محرم، سواء كانت مسلمة أو كتابية أو وثنية؟ الكافرة لا يجوز استخدامها، الكافرة لا يجوز استخدامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وغير اليهود والنصارى من باب أولى، الوثنيون والمشركون من باب أولى، فلا يجوز استخدام الكافرات. أما المسلمة فيجوز أن تخدم في البيت بدون محرم، إنما هذا في السفر، لا تسافر بدون محرم، أما أنها توجد في البيت تخدم في البيت فهذا ليس سفرا، إذا التزمت بالآداب الشرعية واحتجبت عن الرجال فلا بأس بوجودها في البيت وخدمتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان يعلف غنمه طوال العام هل عليها فيه زكاة؟ إن كان يريدها للبيع، ينميها ويريدها للبيع، فالزكاة في قيمتها لأنها مثل عروض تجارة، أما إن كان يريدها للبقاء والحلب والنسل فليس فيها زكاة ما دام يعلفها كل الحول أو أكثر الحول، إنما الزكاة في السائمة وهي التي ترعى من البر
الحول أو أكثر الحول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم نوم الرجل على البطن وكذا نوم المرأة على ظهرها أو قفاها؟ أما النوم على البطن فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى رجلا نائما على بطنه قال له: هذه نومة يكرهها الله عز وجل. النوم على البطن يكره للرجل وللمرأة، أما النوم على الجنب أو على الظهر فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم القنوت في الصلاة المفروضة إذا كان في البر مع جماعة من أصدقائه؟ القنوت لا يجوز في صلاة الفجر إلا في حالة النوازل. إذا قنت المسلمون بفتوى من أهل العلم يقنت المصلون سواء في البر أو في البلد، أما إذا لم يقنت المسلمون فإنه لا يقنت في الصلاة، لأن الصلاة ما يحدث فيها شيء ولا يدخل فيها شيء إلا بفتوى من أهل العلم الذين يقدرون النوازل ويعرفون النوازل التي تستدعي القنوت، هم كل شيء يحصل يقنت من أجله. هذا في النوازل العامة التي تصيب المسلمين أو بعض المسلمين، مثل حصار العدو لهم، مثل نزول وباء في البلد غير الطاعون. فإذا قرر أهل العلم القنوت فإن أئمة المساجد يقنتون عند النوازل، ولا تصير الأمور فوضى، من بغى قنت ومن بغى لا يقنت. لا، الأمور ما هي فوضى، لها ضوابط ولها مراجع من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم العمرة في رمضان وهل تعادل حجة؟ وسمعت أن لو أن الشخص اعتمر أكثر من مرة في رمضان في غير رمضان فإنها تعادل حجة. هذا ورد في الحديث أن العمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية تعدل حجة معي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها فضل في رمضان، فيها فضل لا شك في ذلك. أما في غير رمضان فلا أعرف أنها تعدل حجة، هي عمرة حج أصغر. لكن العمرة في رمضان أصبح الآن الناس يسيئون التصرف، فأئمة المساجد بعضهم يترك المسجد ويروح يعتمر في رمضان، فيترك الواجب عليه ويروح يلتمس السنة. هذا لا يجوز، إنه يترك عمله الواجب عليه وهو إمامة المسجد في رمضان الحاجة أشد، يتركه ويروح يدور الفضل. الفضل في بقائه وأدائه عمله. وكذلك من الناس من يذهب في ليلة 27 وقت الزحام، أو في العشر الأواخر وقت الزحام، ويحصل خطر وضيق وضنك، وقد لا يتمكن من أداء العمرة على الوجه المطلوب بسبب الزحام، وقد لا يتمكن حتى من الصلوات المفروضة في الحرم على الوجه المطلوب بسبب الزحام الشديد. فإذا كان فيه زحمة شديدة لا يروح، لا يؤدي عمرة، يروح بأول الشهر، يروح في أول الشهر وقت خفة الزحام. وإذا كان رمضان كله زحمة يخلي العمرة بعد رمضان أو قبل رمضان، يعني في الأمر سعة ولله الحمد. فالعمرة التي يترتب عليها محاذير يتركها الإنسان، أما إذا تمكن من أداء العمرة بدون مشقة شديدة وبدون زحام ففيها فضل عظيم في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان أفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: زوجتي تريد أن تذهب عند مدرستها التي تقول بقول المرجئة في العمل، وأنا أعلم أنها تستمع لك، فما هو نصيحتك لها ولي؟ نصيحتي أن لا تذهب إليها، لا تذهب إليها لئلا تفسد عقيدتها. تذهب إلى مدرسة مستقيمة
على منهج أهل السنة والجماعة، وهذا من الفتن. يعني كون الناس والنساء والأطفال والبدو والحضر والجهال يلوكون مسائل العقيدة بهذه الصفة، هذا من الفتنة ومن الشر، ويتحمل هذا الشر من أدخل على المسلمين هذه الفتنة. كان الناس في سلامة وفي اطمئنان على عقيدتهم، وما كان يعرف في هذه البلاد ذكر الإرجاء وذكر، إنما جاء على أيدي أناس يدعون علم الحديث ويدعون إنهم يعتنون بالحديث والآثار والسنن، وليسوا كذلك. لو كانوا يعرفون الحديث ويعرفون الأحاديث كثير فيها أن العمل داخل في الإيمان، الإيمان 74 شعبة، على قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، وغيره من الأحاديث. فهؤلاء يدعون علم الحديث وهم ليس هم جهال، لا يعرفون شيئا، لا علم الحديث ولا غيره، فأدخلوا على الناس هذا الخوض وهذا الجدال. فعلينا أن نحذر من هذا المذهب وأهله، وأن نسير على ما كان عليه سلفنا وما في كتب عقائدنا السليمة، ولا نلتفت لأقوال هؤلاء، ولا نترك أولادنا أو نساءنا يذهبون إليهم يجالسونهم يتعلمون عندهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الطواف حول القبر بدعة أم شرك؟ هو لا شك الطواف حول القبر أنه بدعة، الشرك بدعة، الشرك نفسه بدعة، فالطواف حول القبر هذا بدعة بلا شك، لأن الله لم يشرع الطواف على وجه الأرض إلا بالكعبة فقط، وما عداها لا يطاف بشيء، لا بالمقامات ولا بالقبور ولا، هذا شرع دين لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، ما في طواف إلا على الكعبة فقط. فمن طاف على غير الكعبة فقد شرع في دين الله ما ليس منه، وإذا كان ينوي بهذا الطواف التقرب إلى الميت فهذا شرك أكبر، وإذا كان ينوي به التقرب إلى الله فهذا بدعة، لأن الله لم يشرع هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الطواف بالقبور أقل أحواله أنه بدعة، وقد يترقى إلى الشرك الأكبر إذا كان صاحبه يتقرب به إلى الميت، وهذا هو الغالب عليه، ما يطوفون بالقبور إلا لأنهم يعتقدون أن الأموات ينفعون أو يضرون ويقضون الحاجات ويفرجون الكروبات، فلذلك يذبحون لهم ويطوفون بقبورهم ويستغيثون بهم، وهذا شرك أكبر. ما أظن أن أحد منهم بيطوف بالقبر يتقرب إلى الله بذلك، وإنما يتقرب إلى القبر، لكن على فرض أنه يتقرب إلى الله بذلك فهو عمل باطل ومردود وبدعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزواج بنية الطلاق، بحيث يسافر من أراد الزواج إلى بلاد غير محافظة بنية الزواج، وقد افتتن بهذا كثير من الذين ظاهرهم الصلاح، والسؤال: ما حكم هذا الزواج وما توجيه فضيلته؟ حكمه أنه زواج باطل، إلى ترتب عليه هذه المفاسد، يذهبون ويعقدون لا بنية الزوجية، وإنما بنية قضاء الشهوة فقط، يقضي شهوته من هذه المرأة ويتركها، يطلقها في الحال إذا قضى شهوته، ويروح لثانية وثالثة وعاشرة، يتذوق بالنساء مدة وجوده في تلك البلاد، يتذوق من امرأة لامرأة، هذا ما هو بزواج، هذا تلاعب بالفروج وضياع للذراري والأولاد، هذا لا يجوز، ولا أحد يقول بهذا. إذا ترتب عليه هذه المفاسد فلا أظن أن هنا أحد يبيح هذا، يتخذ صورة الزواج الشرعي تتخذ للتلاعب،
هذا ما أحد يفتي به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هناك بعض القنوات الفضائية وبعض المنتديات في الإنترنت تدعو إلى نزع يد الطاعة لولاة أمر هذه البلاد وخلع البيعة عنه. السؤال: ما نصيحتكم لمن خدع من خلال هذه التلبيسات أو استمع إليها أو شارك فيها؟ نعم، هذه البلاد مقصودة ومغزوة، لأنها هي البلاد الباقية التي تمثل منهج السلف الصالح، وهي البلاد الآمنة من الفتن ومن الثورات ومن الانقلابات، فهي بلاد ولله الحمد يرفرف عليها الأمن والأمان ومنهج السلف الصالح، فهم يريدون أن ينتزعوا هذه الخصائص ويجعلوها بلادا فوضى، وتكون يكون فيها قتل وقتيل كما في البلاد الأخرى. فعلينا أن نحذر من هؤلاء وأن نحذر منهم، ولا نلتفت ولا نجيب القنوات هذه لبيوتنا ولأولادنا يشاهدون هذه الفتن وهذه الشرور وينشؤون عليها. يجب أن تحمى البيوت من هذه القنوات الفضائية، وأن يمنع الأولاد أنهم يروحون للمقاهي التي فيها هذه القنوات أو هذا الإنترنت. على الآباء أنهم يمنعون أولادهم من الذهاب إلى هذه المقاهي التي فيها هذه المفاسد، هم المسؤولون عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ذكرتم في درس البارحة أن أخبار الآحاد تفيد العلم واليقين، فهل معنى ذلك أن من رد حديث الآحاد فهو كافر؟ وهل هذا معنى كلام إسحاق بن راهوية وغيره من السلف أن من رد خبر النبي صلى الله عليه وسلم كفر؟ وهل نعم. كان نعم، من رد خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه صحيح، يعلم أنه صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رده يكفر، لأنه رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن رد على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن كان عنده تأويل أو أنه مقلد لمن يقولون أنه لا يفيد اليقين، مقلد لهم، فهذا يدرى عنه التكفير بالتقليد أو بالتأويل، يدرى عنه التكفير، لكن يحكم عليه بأنه ضال، هذا ضلال، لأنه لا يجوز أن يقلد على الباطل ويتبع القول الباطل، لكن يدرى عنه التكفير بالشبهة، شبهة التأويل أو شبهة التقليد. أما من رد قول الرسول متعمدا وهو يعلم أنه صحيح عن الرسول ثابت، هذا لا شك في كفره، لا شك في كفره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: في قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، هل نحن نسبح الله أم نسبح اسمه؟ وهل الاسم هو عين المسمى؟ من سبح اسم الله فقد سبح الله، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله تابعة لذاته سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى أي نزهه، وهذا فيه رد على الذين يؤولون الأسماء والصفات، ما سبحوها بل أولوها واستهانوا بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل تجوز الوكالة العامة في الإسلام أي في كل الأمور؟ وإن صحت فهل يصح أن يطلق الموكل عن الموكل؟ لازم من تحديد الوكالة ما تصلح، يوكل في كل شيء لازم يحدد، يوكله على البيع والشراء، يوكله على تزويج بناته، يوكله على ثلثه، يوكل على قضاء ديونه، لازم تحدد الوكالة، تصرفات الوكيل. إذا وكله في كل شيء فهذا لا تصح الوكالة فيه، لأنها مجهولة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يأثم الخطيب يوم الجمعة إن لم يقرأ بسورتي الأعلى والغاشية؟ لا، ما يأثم، لكن الأفضل أنه يقرأ بسورة الجمعة
والمنافقين تارة وتارة يقرأ بسورة الأعلى والغاشية، لا يداوم على سورتين دائما، وإنما تارة وتارة. وإذا قرأ بغير ذلك من القرآن فلا بأس بذلك، إلا أن الأفضل أن يقرأ بالسور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعنا عن فتواكم حول بطاقة سوى، وأنكم قلتم بتحريمها بسبب أن الإجارة العامة لا تقيد بوقت، وأنه يدخل فيها أكل أو أكل أموال الناس بالباطل. والسؤال: هل نقيس على هذا إجارة المنزل؟ فالشخص كذلك عندما يؤجر بيتا فهو يدفع في العادة إجارة مسبقة، وهذا الإيجار يؤخذ سواء سكن هذا المسكن أم لم يسكنه. هذه ما هي بإجارة، هذا بيع، هذا بيع، باع عليها البطاقة وقال بشرط إنه إذا مضى كذا أنك ما تنتفع به وتتلف عليك، هذا بيع وأكل للمال بالباطل، لأن من اشترى شيئا فإنه لا يقيد بالانتفاع به، ينتفع به حتى ينفد، حتى يخلص الانتفاع به. أما أنه يقول له ما تنتفع به إلا شهر أو سنة وهو بايع عليه بيع، الإجارة يجوز تحديدها سنة أو سنين، الإجارة يجوز تحديدها، لكن البيع لا. إذا بعت على أحد سلعة لا تقول بشرط أنك ما تنتفع بها إلا شهر أو إلا سنة، بل ينتفع بها ما دامت صالحة للانتفاع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمرأة شابة تؤجل نكاحها حتى تتعلم العلم وتتعلم الشريعة الإسلامية؟ هذا غلط، عليها أن تتزوج، لأن الزواج أغض للبصر وأحسن للفرج، إذا تعلمت ما يستقيم به دينها، إذا تعلمت ما يستقيم به دينها من عقيدتها وصلاتها وزكاتها وصومها وحجها، فما زاد عن ذلك فإنه يكون نافلة، يكون تعلمه نافلة في حقها. ثم أيضا إن التزوج لا يمنع من التعلم، يمكن تتزوج وتتعلم، المهم أن ما تفوت الزواج، لأن فوات الزواج عليها مفسد، بعد ذلك ما يرغبها الناس، إذا فات زواجها وهي شابة فإنها تقل الرغبة فيها إذا كبرت، ويعرض عنها الخطاب، يحصل بهذا مفسد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: ما حكم لبس عباءة النساء على الكتف، لا سيما والنساء التي يلبسنها على الكتف قلنا إنها مريحة وسهلة وهي أفضل من عباءة الرأس، وهذا قد عمت به البلوى بين معشر النساء. بعد ترك العباءة أخف وريح، تتركها جل وتقول هذا أخف وريح. العباءة جعلت للستر، ما جعلت للزينة، إنما جعلت للستر، فهي مثل الجلال، الجلال والملاءة تكون على جميع المرأة من رأسها إلى قدميها، فالعباءة إذا خرجت إلى السوق تكون على رأسها ولا تكون على كتفيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد في تحديد عدد الملائكة الذين مع الإنسان أحاديث صحيحة أو تفسير للآيات؟ هذا في القرآن في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد، واحد عن اليمين وواحد عن عن اليمين ما يلفظ. قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، تلقيان ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فالملكان الحفظة واحد عن اليمين وواحد عن الشمال، هذا في القرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما نوع لا في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى؟ هل هي للنفي أو للنهي؟ لا، للنفي. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه، فلا هذه نافية. نعم. أما النهي، النسيان ما هو باستطاعة الإنسان ينهى عنه، الإنسان ينسى بدون اختياره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول: يا شيخ، أنا مذنبة وأريد أن أتوب، ولكن نفسي تعاودني وتراجعني إلى الذنب مرة أخرى، فما هو الحل وما هو توجيه فضيلتكم؟ الحل هو العزم، العزم على التوبة، ترك التردد والاستعانة بالله عز وجل. هذا من الشيطان، التردد هذا من الشيطان، تخذيل من الشيطان، فلا يلتفت إليه المسلم، بل يعزم على التوبة ويجزم بها ويبادر ولا يؤجلها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من نسي ركنا من أركان الصلاة؟ إذا نسي ركنا من أركان الصلاة ولم يمكنه الإتيان به، فإنه تبطل الركعة التي تركه منها وتقوم الثانية مقامها. فيعتبر الركعة التي ترك منها الركن ولم يمكنه استدراكه، يعتبرها كأن لم تكن، ويبني على صلاة كاملة غير ما ترك فيه الركن، يعتبر ما ترك فيه الركن غير موجود، ويكمل صلاته ويسجد للسهو، يسجد للسهو قبل السلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هذا سؤال في غاية الأهمية بالنسبة لي ولغيري إن شاء الله. السؤال: ما حكم الحلف بقوله والقرآن؟ نعم، الحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بأس، هذا هو الحلف الصحيح. والقرآن كلام الله عز وجل، فهو صفة من صفات الله. إذا حلف بالقرآن أو بسورة من القرآن أو بآية من القرآن، هذا يمين صحيحة، لأن القرآن كلام الله وصفة من صفاته. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله الثاني: ما الحكم في من اعتمر أو حج ثم حلق أجزاء متفرقة من شعره، كان يأخذ قليلا من الأمام وقليلا من الجوانب ومن الخلف، ولم يقص أو يحلق جميع شعره؟ فعله هذا مجزي، لكن المرة الثانية يستكمل رأسه، المرة الثانية يستكمل رأسه. أما ما مضى، ما دام أخذ من جميع الجوانب، فهو فعل مجزي وهو الأقل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد آذانا الكثير بالإنكار علينا باستعمالنا للمنتجات الأمريكية والغربية، والسؤال: هل المقاطعة واجبة؟ وهل أيضا الأمر بها على وجه الاستحباب أو الوجوب يجوز مع أن ولي الأمر لم يأمر بذلك؟ الناس هوا، من ما هو بشاري من المنتجات الأمريكية لا يشري، هوا الأمر سهل في هذا، ما فيه إلزام أنه يشري ولا فيه إلزام أنه ما يشري، الأمر بالخيار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لقد حصل بيني وبين شخص يا صاحب الفضيلة جدال في هذه الفرقة، فقلت إنهم أهل السنة، فقال: لم يدل الحديث على التحديد، ولما لا تكون الرافضة؟ أرشدون جزاكم الله خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم حددها لما سئل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وليس بعد تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم تحديد، واللي يبي غالط، اللي يبي غالط هذا يتبع الهوى ولا يمكن رده إلى الصواب، لأنه يتبع هوى. أما اللي يريد الحق فهو في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
وهم أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا اغتسل الإنسان يوم الجمعة سواء للصلاة أو للجنابة وقد توضأ قبل ذلك، هل يكفي عنه الوضوء أو يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى؟ لا يكفي، إذا توضأ أولا ثم اغتسل هذا يكفي، وهذا هو الأكمل، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي ثم يتوضأ ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام. نعم. ويقول عفى الله عنك: إذا اغتسل ولم يتوضأ هل يكفي الغسل عن الوضوء أم يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى؟ هذا حسب النية، إذا كان نوى باغتساله الطهارتين الوضوء والجنابة هذا يكفي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الطهارة من الحدثين وأفاض الماء على جسمه هذا يكفي عن الطهارتين لنيته، أما إذا كان ما نوى الوضوء فلا بد من الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: استدنت 2000 ريال على أن أعيدها بعدد 44 كرتون من بضاعة ما تفوق قيمتها 2000 ريال، فهل هذا الفعل صحيح أم أنه من الربا؟ لا هذا صحيح، هذا السلم، هذا دين السلم، يقدم لك دراهم على أن ترد عليه بضاعة بعد أجل، ترد عليه بضاعة بعد أجل، كراتين أو قماش أو أغنام أو غير ذلك، أو بر أو شعير أو تمر، هذا هو السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. وهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا طيب، هذا فيه مخرج للناس عن الربا، وعنه هذا لو استعمله الناس فإنهم يستغنون عن المعاملات المحرمة. وهو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت في السلف، في دين السلف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال عمت به البلوى في الإنترنت، وهو: هل يجوز التعرف على النساء عن طريق برنامج محادثات يسمى بالبالتوك بنية الزواج منهن، وهذا يكون عن طريق الإنترنت بالمحادثة أو بالمكاتبة؟ هذا يجر مفاسد على الناس ويجر شر، بحجة أنه يتعرف على زوجة، فلا يجوز للمسلم الدخول في هذه الأمور لأنها تجر فتنا وشرورا، تعارفا بين الشباب والشابات قد يجر إلى مفاسد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل عنده من المال ما يريد أن يشتري به بيتا ليسكن فيه، السؤال: هل يجب عليه في هذا المال الزكاة؟ نعم، إذا كان عنده دراهم جمعها ليتزوج بها أو ليشتري بها بيتا أو ليسدد بها دينا عليه وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فإنها تجب فيها الزكاة، يعني يخرج منها ربع العشر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك جهاز يوضع في المساجد لقطع إرسال الجوال وقيمته نحو 1200 ريال، هل لي أن أشتري هذا الجهاز وأجعله في المسجد وهل أوجر على ذلك؟ نعم، إذا كان فيه منفعة ويصون المسجد عن لغط الجوالات والتشويش على المصلين فأنت محسن في هذا، لأن المسجد ما هو محل للمكالمات والجوالات، المسجد محل عبادة، وليت هذا يستعمل في المساجد ويستريح الناس من هذه الجوالات التي شغلتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز شراء الأسهم التجارية؟ وإذا كان ذلك جائز فكيف نفرق بين الأسهم المباحة والمحرمة؟
الأسهم تختلف، إذا كانت الأسهم في ممتلكات أراضي أو بيوت مشتركة وتشري سهام واحد من الشركاء في هذه البيوت أو في هذه الشركات أو في هذه السيارات أو في هذه المصانع، هذا لا بأس به. أما الأسهم التي هي في استثمار ربوي فلا تجوز، الأسهم التي تستثمر في استثمار ربوي لا يجوز أن تشتريها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: علمنا على القول الراجح أن معظم أهل الفترة حكم عليهم بالكفر بدليل حديث الذي جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبيه إلا القليل منهم، السؤال: لماذا لم يعذروا بالجهل؟ ومتى يكون من وقع في الكفر معذورا بالجهل ومتى لا يكون معذورا؟ أهل الفترة عندهم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم آثار الرسالات السابقة، دين اليهود ودين النصارى باقيان، والتوراة والإنجيل باقيان، فعندهم آثار الرسالة وبلغتهم دعوة الرسل، ليسوا معذورين. الذين كانوا على دين موسى عليه السلام الدين الصحيح وماتوا على ذلك قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من أهل الجنة، كذلك الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام الدين الصحيح أو الدين المحرف والمبدل والمغير، الدين الصحيح، وماتوا على ذلك فهم من أهل الجنة. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الأديان وبقي دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهم عندهم آثار، ولذلك تجد في أشعارهم ذكر للبعث وتجد في أشعارهم ذكر للكتب، عندهم بقايا، وأيضا دين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل باقي فيهم، خصوصا على الحجاز باقي فيهم، ولذلك يحجون ويعتمرون، باقي فيهم من دين إبراهيم عليه السلام ودين إسماعيل، بلغتهم الرسالة، ما هم بها الفترة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل صلى النافلة ودخل معه رجل آخر ليصلي معه الفرض، فهل يجوز هذا الفعل مع بقاء كل على نيته؟ نعم، يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل والعكس، ويجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض، والدليل على ذلك أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بقومه، هي له نافلة ولهم فريضة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما نهاه عن التطويل، نهى معاذا عن التطويل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: سبوح قدوس رب الملائكة والروح في السجود، جامعا له مع قول سبحان ربي الأعلى؟ هذا مأثور. نعم، هذا مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء في السجود والثناء على الله سبحانه وتعالى، فإذا قاله فلا بأس، لأنه ثناء على الله، تعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: أخت لديها فستان من قماش الجنز، هل لبسها له يعتبر من التشبه مع العلم أنه فضفاض وطويل؟ إيش؟ هذه سائلة تقول: أخت لديها فستان من قماش الجنز. جنز؟ أي نعم. إيش الجنز؟ هل يصنع منه البناطيل؟ تقول: هل لبسها له يعتبر من التشبه مع العلم أنه فضفاض وطويل؟ المرأة تلبس ما جرت عادة نساء البلد بلبسه، ولا تخالف ما جرت به العادة في نساء البلد، لأنه إذا خالف لبس نساء البلد المسلمات يكون من الشهرة، من لباس الشهرة المنهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الزواج سنة مؤكدة أم فرض؟ يختلف اختلاف الناس، قد يكون واجبا إذا خشي على نفسه من الفتنة يجب عليه الزواج، قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة يا معشر الشباب
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإذا خشي على نفسه من العنت والفتنة فإنه يجب عليه الزواج إذا كان يقدر على ذلك من أجل حماية نفسه من الوقوع في الفاحشة. وإذا كان لا يخاف على نفسه من الفتنة يستحب له الزواج، لأن الزواج فيه مصالح، فيه مصالح خيرات كثيرة وذرية، تعاون بين الزوجين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال عن طريق الإنترنت، يقول: نحن مسلمون من أمريكا، هل تجوز المساعدة في بناء مسجد مع العلم أن القائمين عليه ليسوا على صلاح، ويكون في هذا المسجد اختلاط لمعرفتنا بهم؟ إذا كنتم تتمكنون من منع الاختلاط ومنع المنكرات في هذا المسجد، أو تشترطون عليهم ذلك ويلتزمون بالشرط، فساعدوهم. أما إذا كانوا ما تستطيعون منع ذلك ولا يقبلون الاشتراط فلا تساعدوهم، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من أدار رأسه ناسيا ولم يسلم في التشهد الأول، هل عليه أن يسجد سجد السهو؟ الالتفات بالرأس إذا كان متعمدا هو مكروه ولا يبطل الصلاة، وإذا كان ناسيا فلا شيء عليه. وإذا سجد للسهو من باب الجبران للصلاة واستكمال الصلاة فهو أحسن، وإلا هو لا يبطل الصلاة. اللي يبطل الصلاة الالتفات بالبدن، الانحراف عن القبلة بالبدن، هذا يبطل الصلاة. أما الالتفات بالرأس فهذا مكروه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم. أحسن الله إليكم. ونهى عن التفات كالتفات الثعلب. وإذا كان لحاجة فلا بأس، كان لحاجة يحتاج أنه يلتفت فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويلتفت إلى الشعب خشية أن يهجم عليهم أحد من العدو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: علمنا والحمد لله أن العبرة في إقامة الحجة على من وقع في الكفر إنما تكون بالإبلاغ، والسؤال: هل هذا الأمر أي الإبلاغ خاص بالعلماء أم هو مناط باستطاعة المبلغ؟ فأرجو الجواب مع ذكر الدليل. علمنا، يقول عفى الله عنكم: علمنا والحمد لله أن العبرة في إقامة الحجة على من وقع في الكفر إنما تكون بالإبلاغ، أي نعم، فهل هذا الأمر مناط بالعلماء أم باستطاعة المبلغ؟ فأرجو الإجابة مع ذكر الدليل. نعم، الإبلاغ، الحجة تحصل بالإبلاغ، لقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فالإبلاغ واجب. ثم إذا كان المبلغ يفهم الكلام فإنه يكفي إبلاغه، أما إذا كان المبلغ لا يفهم الكلام بأن كان أعجميا ولا يفهم اللغة العربية فلا بد من تفسير الكلام له وترجمته له، لا بد من ترجمته له حتى يفهم معناه، وكل يبلغ بحسب استطاعته. نعم، فالعالم يجب عليه أن يبلغ حسب علمه، والعامي يبلغ بحسب استطاعته. نعم، ويدعو إلى الإسلام بحسب استطاعته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: إذا صليت الصبح في مسجد ثم ذهبت إلى مسجد آخر لحضور الدرس، فهل يكتب لي ما في الحديث إذا صلى الشخص ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم ركع ركعتين فإن الله يبني له بيتا في الجنة؟ يكتب له أجر السعي في طلب العلم، إذا ذهب لطلب العلم وحضور الدرس فهذا يسعى في طلب العلم
والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا أفضل من الجلوس في مكانه إلى أن ترتفع الشمس يذكر الله، هذا أفضل، طلب العلم أفضل وأكثر أجرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: ما حكم أخذ حبوب منع الحمل من غير علم الزوج؟ لا يجوز هذا، لأن الزوج له حق في الإنجاب، ولا يجوز أخذه إلا بإذن الزوج إذا كانت تحتاج إلى هذا. أما إذا كانت ما تحتاج إلى هذا وإنما تكره الحمل ولا تريد الحمل، هذا لا يجوز منع الحمل، لا يجوز منع الحمل إلا لسبب كالمرض ومشقة تزاحم الولادة عليها، فيجوز أن تأخذ ما يؤخر الحمل إلى أجل تستطيع فيه استقبال الحمل الجديد، وذلك بإذن الزوج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم ترديد الإقامة مع المؤذن والدعاء بعدها مثل الأذان؟ لا بس، لأن الإقامة أذان، قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. المراد الأذان والإقامة، سماها أذانا، فإذا تابع ألفاظ الإقامة فهذا فيه فضل كما يتابع الفاضل الأذان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هناك نهي عن تسمية المساجد بأسماء الرجال؟ ما هناك مانع سمى مسجد أبي بكر، مسجد عمر، مسجد كذا، لأجل يعرف يميز عن غيره، لأجل يميز عن غيره، لا بأس بذلك. نعم. وهذا السائل أحسن الله إليكم يقول: ما حكم وضع المذياع على قراءة سورة البقرة ووضعه في إحدى الغرف في البيت وتركه يقرأ من أجل طرد الشياطين؟ هذا لا يكفي، لا، القراءة في البيت لازم تكون بأداء القارئ، قراءة حية، ما هي قراءة بالتسجيل. اللي يريد أنه يطرد الشياطين عن بيته يقرأ هو سورة البقرة: إن الشياطين لا تقرب البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فيقرأها هو بلسانه، نعم، أو يقرأها غيره من أهل البيت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو القول الراجح في حكم البسملة قبل الوضوء؟ الإمام أحمد يرى أنه واجبة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والنفي عنده لنفي الصلاة، نفي الحقيقة، يعني لا تصح، لنفي الصح. والجمهور يرون أن التسمية في أول الوضوء مستحبة وليست واجبة، وأن النفي ليس للصحة وإنما هو للكمال، نفي الكمال، أي مستحبة عند جمهور أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم قيام الليل جماعة في غير رمضان؟ بعض الأحيان لا بأس، إذا كان يعمل بعض الأحيان، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، وقام قام أنس ويتيم خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفهم، هذه صلاة جماعة في نافلة، فإذا فعل بعض الأحيان لا بأس، أما أن يداوم عليه فلا يجوز هذا إلا في رمضان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما امتدح قراءته: لو علمت أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، هل قول أبي موسى رضي الله عنه يدخل في الرياء؟ لا، يدخل في تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت بالقرآن مستحب، قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، فيستحب تزيين الصوت بالقرآن، لأن هذا أبلغ في التأثير وفيه احترام لكلام الله سبحانه وتعالى
وأداء لكلام الله على أكمل وجه، ولا يدخل هذا في الرياء. تحسين الصوت بالقراءة لا يدخل في الرياء. فأبو موسى لا يقصد بذلك الرياء، وإنما يقصد بذلك إفراح الرسول صلى الله عليه وسلم، واستماع الرسول له شرف، شرف لأبي موسى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم مساعدة مسجد بالمال أو بالنفس، مع العلم أن في لجنة المسجد يوجد أناس من جماعة التبليغ ومن الإخوان المسلمين، ولكن رئيس اللجنة لا يرى بأسا في نشر العقيدة السلفية وتعليم الناس بالمنهج العلمي السلفي؟ تعاونوا على البر والتقوى. إن تعاون على البر والتقوى، ولو كان المسجد فيه جماعة تبليغ أو جماعة إخوانيين، لأن هؤلاء لا يخرجهم ما هم عليه من الإسلام، يعتبر خطأ ويعتبر أنه غير سليم، لكن نتعاون وإياهم على البر والتقوى وعلى عمارة المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: إنه قد جاءها الحيض وهي صغيرة، ولم تصم في ذلك الوقت بعض أيام من رمضان. نعم. هذه سائلة تقول: إنه قد جاءها الحيض وهي صغيرة، ولم تصم في ذلك الوقت بعض أيام من رمضان، وهي الآن قضت صيام هذه الأيام وهي كبيرة، وتسأل: هل هناك شيء آخر غير القضاء، مثل إطعام المساكين أو غيره؟ نعم، عليها الإطعام، عليها مع القضاء أن تطعم عن